يعني اللاعب الكروس هو اكثر لاعب يعني تعجفك في المباراه. اذا كانوا يبون ياخذون درس فعلا حقيقي لهذه المباراه يتعظون مباراه اليابان. الفريق الصيني اذا عاوز يؤدي باداء طيب ويطلع بنتيجه ايجابيه لصالحه مثل ما قلت لازم يتبع الطريقة اليابانية اللي هي طريقة أصلا في البطولة. صحيح. بس أنا في اليابانيين يختلفون في نقطة يعني بسيطة, أن اليابانيين ما عندهم الإمكانيات على الطرف وفي السريع كثر الإمكانيات اللي موجودة عند الفريق الصيني الغير مستغلة. ولكن أنت أنا وجهة نظري خلاص الحين المنحة الأجهز هو اللي راح يكمل, معناته أنت عندك جروزر هو اللي جاهز, أنت لازم يعني ما في مجال أنك تجرب أو تستغل العناصر الثانية. لازم يقول أيضا ما جروزر أيضا لازم ما يتذمر, يعني أمس شفناه يمكن شوي تذمر لأن المباراة سهلة وكان عليه هو ضغط, اليوم لازم هو يتحمل هو راح يتحمل عبء المباراة من الألف إلى الياء أتوقع, وأتوقع أن جروزر راح يكون حاضر ذهنيا. ولكن السؤال هنا هل يتغلب على البلوكات الكازاخستانية أم لا, وهل راح يساعدونا السناتر في أن يأخرون السنتر بلوك الكازاخستاني أم لا, هنا السؤال. أما أنه بيكون في شوت مثلا نقول من الطرف وفي لعب جماعي ما أتوقع اللعب راح يكون عالي عند جروزر. السؤال الأهم, هل نشاهد نيكولا موجود اليوم حاضر أم لا؟ لو اليوم نيكولا يلعب مش يقلب موازين المباراة بكل صراحة, نتوقع راح يسهل كثير لأنه نتوقع أنه رشح كثير الفريق الكازاخستاني في مباراة اليوم, عنده أكثر حلول, المدرب عنده تغييرات يقوم بهم حتى طيلة المباريات, في لعيبة بتاخذ مراكز لعيبة أخرى في نفس المكان بتاعها, في لاعب حاضر يعني مراكز أربعة عنده اثنين يلعبوا في عندهم واحد آخر جهاز قادر باش يعوض, على عكس الفريق الصيني ما شفناش لحد الآن يعوض في لاعب جروزر, ما فيش لاعب كروس آخر قادر باش يعوض حتى مش يريح جروزر في بعض الأحيان, ومراكز أربعة إلى حد الآن المدرب يتخبط في حالة تخبط من اللاعب اللي قادر مش يأديله في مركز أربعة. نتوقع كتوقع أيوة. كازاخستان اليوم تفوز إن شاء الله. والله أنا أتوقع ما أدري شو أقول لك, أتوقع كازاخستان مع كابتن غازي. أنا أتوقع كنت بقول يمكن أول مرة يصير عندي اختلاف في الاستديو في التوقع أن ناصر كان بيتوقع. أنا أتوقع الصراحة خلنا نكون شوي حياديين أكثر, الفريق الصيني جروزر إذا كان في يومه ما ظنت يمسكون الكازاخستانيين. إذن انقسم الاثنان ويبقى الجواب أو الرد في الملعب بعد نهاية المباراة. زميلي عقيل مرة أخرى لك الكلمة. زميلي يوسف شكرا لك وللزملاء في الاستديو التحليلي. مشاهدي قنوات الكأس الرياضية, مباراة من العيار الثقيل هنا طبعا وفي دور الثمانية ربع النهائي لبطولة أندية آسيا لكرة الطائرة. نادي طبعا التاي الكازاخستاني يواجه طبعا شانغهاي غولدن الصيني هنا طبعا بإدارة عربية لهذه المباراة المتمثلة في الحكم الدولي موسى سالم العراقي, وطبعا مساعدة من هونغ كونغ الحكم وان. مشاهدين الكرام, من يتأهل إلى نصف النهائي لهذه المباراة؟ الآن طبعا لا شك أن هذه المباراة لها حسابات, هذا طبعا المدرب شين كيونغ مدرب شانغهاي غولدن, وهناك طبعا المدرب إيغول نيكول شينكو في طبعا نادي ألتاي الكازاخستاني. مباراة طبعا لها أهميتها, فريق كازاخستان ألتاي يعني أيضا لكازاخستان مشاركة إيجابية في هذه البطولات, هناك طبعا في المربع الذهبي لا أيضا لقب ولا ثلاث برونزيات فضيات وبرونزيتين في التصنيف. كازاخستان في هذه البطولة في المركز الرابع, يعني أمور هناك لأفضلية من الأندية الصينية في المركز, طبعا الصين في المركز الخامس ذهبية فضية وطبعا ذهبية وخمس فضيات, وطبعا هناك سبع
خمس برونزيات ذهبية فضية، خمس برونزيات. مشاهدين الكرام في انتظار الآن صافرة الحكم الدولي العراقي هنا لإذان بدء الشوط الأول. وهذه شوف المحاولة، داي الصيني من جديد يضرب بقوة، وفي المنطقة الكازاخستانية هذا الصيني داي كيونغ غاي مترين وخمسة، شوف يعتلي للمرة الثانية هنا. والنقطة الأولى لشانغهاي جولدن. المحاولة في الإرسال داي، والإرسال الموجه هناك، وكرة شوف التعامل كيف يكون مع حوائط الصد. هذه هي كرة كازاخستان، نقطة بنقطة. 18 فيثالي فوريفودين مع الإرسال، نقطة بنقطة الآن. الشوط الأول الإرسال الهجومي، استقبال صيني هناك، جروزر الألماني، المطرقة الألمانية هنا تضرب بقوة في الملعب الكازاخستاني. حاول فيها طبعا الليبرو ميرلان باداشيف لاعب رقم واحد، هذا زهانج خمسة مع الإرسال. حلو هذه القصيرة، أحلى في حوائط الصد، ولكن يبدو طبعا أربع طبعا في الشبكة، هذه أربع في الشبكة وليست في حوائط الصد. إذن نقطة ثالثة للطائرة الصينية هنا، من يتأهل؟ هذا السؤال يطرح طبعا هنا، الكل يطرح هذا السؤال، من يتأهل إلى الدور قبل النهائي؟ هناك طبعا شوف مركز اثنين والمتابعة حاضرة، فرصة هنا شوف التنظيم هناك، بعيد حوائط الصد. جروز لا طبعا يغير، وطبعا هناك شوف اعتداء على كرة الخصم من اللاعب نيكولا. نقطة ثانية لكازاخستان، نادي التاي في سي، التاي في سي الكازاخستاني. 17 أنتون كوزنتوف تأتي من جديد، كروز ضربة ساحقة، حوائط صد كازاخستانية، ويبدو أن هناك لمس للشبكة من اللاعب 10 يوري زينكو. يوري زينكو طبعا الصينية الآن هي متقدمة بفارق نقطتين. الضرب هنا من مركز اثنين عند هذا اللاعب إغروزر، إرسال هجومي ولكن الشبكة تخفف الأمور. واحدة حلوة قصيرة رائعة كازاخستانية هنا تأتي من اللاعب دامير أكيموف. دامير أكيموف يضرب شوف بعيدة عن حوائط الصد الصينية. طبعا النقطة هي الحائرة هنا، النقطة هي الحائرة، استقبال محاولة شوف. الله أخيرا نيكول ينجح هنا، نيكول كوفاسفيف ينجح هنا، شوف يضرب ويتعامل بصورة موفقة مع حوائط الصد. نقطة أخرى للطائرة الصينية، نيكولا مع الإرسال، الإرسال الهجومي هنا، المزعج للطائرة الكازاخستانية، يصعد بالنتيجة. هذا الإرسال إلى ثلاث نقاط الآن، مشكلة في الطائرة الكازاخستانية. يبدو هو الكرة الأولى يعني حاول فيها ولكن طبعا إلى خارج الملعب. ست نقاط شانغهاي جولدن وألتاي، نشوف ثلاث نقاط الشوط الأول، المحاولة لكن في الشبكة، في الشبكة من جديد. وطبعا بدأت الطائرة الصينية تفرض الآن سيطرتها على الأجواء هنا لهذه المباراة. وفي مينمار يعني الآن تستعد هي أن تضع هذه الطائرة
الكازاخستانية والإرسال الهجومي من جديد الوضع. هناك مركز أربعة وتعامل موفق مع حوائط الصد الصينية. الفرق يعود إلى شوف ثلاث نقاط من جديد، وهذا يوري زينكو شوف ينجح في التعامل مع حوائط الصد. طوله طبعا متر و96، وهذا يوري من جديد ارسال هجومي. الله شوف الارسال، يا الله على هذه الكره، يعني هناك تنسيق مفقود بين اللاعب 13 ومعد الفريق اكيسو زهيق، لم يوفق والفرق يتقلص من جديد الى نقطتين. محاولات، هذا يوري يحاول عبر الارسال الهجومي ولكن الى خارج الملعب، كرة لم يوفق فيها. والوقت الفني الاول للشوط الاول من هذا اللقاء، افضلية للطائرة شانغهاي جولدن هنا بفارق ثلاث مسافات وبنتيجة 8-5 نقاط. هنا مشاهدين الكرام طبعا الاندية الكازاخستانية يعني بدأت في الظهور يعني الحقيقي في منصات التتويج هنا في 2002 في طهران، 2002 في طهران يعني لعبت المباراة على المركز الثالث والرابع مع الريان القطري عبر نادي طبعا هناك أتايارو طبعا الكازاخستاني، وفاز على الريان 3-1. حقق طبعا ايضا في 2004 في طهران نفس الشيء، هذا هو نفس النادي 3-0 مع النادي الصيني. نعود الان الى مباراة الصين وكازاخستان، واحدة حلوة وحوائط صد اجمل. هنا تأتي من جديد المتابعة، كان ممكن الكرة الى خارج الملعب، تأتي الان كرة اسقاط رائعة ولمس للشبكة من داي. الفرق يتقلص والطائرتان في محك الان هنا واحد، وهذا طبعا داي لم يوفق في استثمار هذه الكرة، كانت أسرع. الكرة طبعا وصلت إلى المنطقة الكازاخستانية، الفرق يتقلص. هذا 11 دامير أكيموف وإجروز، الله 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 على هذا الألماني، يضرب شوف بقوة، يبتعد ويهرب عن حوائط الصيد الكازاخستانية. شوف واحد هنا كرة صعبة حاول فيها اللاعب 15 ماكسيم مايك شينكو، ومن جديد الكرة تأتي ولكن إلى خارج الملعب، خارج الملعب. طبعا الطائرة الكازاخستانية تحتاج إلى التنظيم، ترتيب أمورها يعني في تصاعد وهبوط، وثابتة الطائرة الصينية التي تتقدم من جديد بفارق 4 نقاط. والاستقبال هنا مع هذه اللعبة الجميلة من اللاعب طبعا ماكسيم مايك شينكو، ماكسيم مايك شينكو يضرب بقوة في حوائط الصد، يقلص الفرق. إذن هناك إمكانيات عالية لدى هذا الفريق، ولكن تحتاج الأمور إلى تنظيم. وهذه لعبة حلوة قصيرة سريعة يابانية، شوفوا سريعة يابانية 5. اللاعب زهانغ ياشين ينجح هنا. المتابعة طبعا من ميرلاند بانشيف لم تكن موفقة، والفرق يعود من جديد إلى 4 نقاط أفضلية للطائرة هنا الصينية لشانغهاي جولدن. داي مع الإرسال الهجومي، الاستقبال هناك وضربة ساحقة رائعة من 18 فيثالي فوريفودين ينجح هنا في تقليص الفرق. شوف من مركز واحد يضرب بقوة في الملعب الصيني هنا، هذا فيثالي فورفي، والإرسال الموجه كرة جروز.
الفوز والتعامل الموفق مع حوائط الصيد الكازاخستانية. ما له حل هذا الألماني اليوم. شهيته نشوفه أيضا مفتوحة كما كانت بالأمس أمام طبعا فريق ماسيكو الفيتنامي. هنا طبعا الطائرة متقدمة تواصل التحليق وتبتعد عن الطائرة الكازاخستانية بفارق. شوف هنا واحدة حلوة، يا سلام يا سلام، كرة طائرة جميلة، واحدة هنا وواحدة هناك، صينية كازاخستانية، والألعاب شوف القصيرة السريعة، جميلة هذه اللعبة عندما تكون متقنة في التنفيذ والضرب بتركيز. الفرق يعود إلى 3 نقاط. إذن الطائرة 17، اللاعب أنتون كوزنتسوف لا يوفق هنا، يمنع هدية، إرسال خاطئ، يعني هي لا تحتاج أخطاء أكثر. أجروز مع الإرسال، أجروزر مع الإرسال إلى خارج الملعب، هو أيضا هدية قدمها أجروزر هدية. وطبعا مباراة لحد الآن حلوة جميلة فنية راقية في طبعا البطولة الأسيوية 16 للأندية للكرة الطائرة في ميانمار. على الاستقبال هنا تأتي الأمور والمتابعة حاضرة، واحدة من 15 من جديد، 15 ماكسيم يأتي ويضرب هنا، 15 ماكسيم يشوف يوفق من أيضا مركز واحد، يتعامل بصورة موفقة مع حوائط الصد ويقلص الفرق الآن إلى نقطتين، إلى نقطتين. ماكسيم مع الإرسال الهدية، إرسال الهدية هنا، في إرسال اسم الهدية في كرة الطائرة، في إرسال صح وإرسال خاطئ، ولكن هنا الهدية يقدمها ماكسيم. 14 شانغهاي جولدن، 11 الطائرة طبعا لنادي ألتاي الكازاخستاني. هنا نيكولا والإرسال الهجومي، نشوفه اليوم مفعل هذا الرجل، وكرة إسقاط، يا سلام يا سلام على القراءة الرائعة هنا لهذا اللاعب 10 يوري زنكو، ينجح. شوف حوائط صد بالثلاث لاعبين خلصها هو يوري. إرسال هجومي هنا، التنظيم وغوركي يبدأ غروز 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 غروز، وهنا وضرب ساحق الله من جديد. ماكسيم مايك شينكو، شوف يضرب وتعامل موفق هنا، كيف تفعل هذه يعني الحوائط لصالحك، هذه هي الضربات المطلوبة. الفرق يتقلص إلى نقطة واحدة والإرسال الهجومي هنا من جديد. يا الله يأتي 13 الصيني، يعني هنا شين لونغ هاي مترين يضرب بقوة، شوف كرة قصيرة حلوة حلوة من طبعا الصيني شين لونغ هاي. استقبال موفق، الكرة هناك مركز 4، وأيضا هنا يعني استقبال الكرة لم يكن بالصورة الموفقة. 15-14 مباراة كبيرة هنا. استقبال هنا، شوف يضرب داي بقوة يضرب ويعلن عن الوقت الفني الأول، تقدم الطائرة الصينية شوف بفارق نقطتين 16-14. Everything to put serve on number 18. When we serve, like float, you know, libero and number 10 is good. It will be better than
انتهى مشاهدينا الكرام الوقت الفني الثاني للشوط الأول من هذا اللقاء، والآن طبعا يعني تدخلات المدربين راح نشوفها، تدخلات المدربين يعني الآن تتحول المباراة إلى طبعا المدربين، وهذه الضربة الساحقة من جديد ماكسيم ما له حل من مركز واحد، هذا الرجل من الخط الخلفي يضرب بقوة ماكسيم ويأتي بالنقطة 15 والفرق يتقلص من جديد. كابتن الفريق سيرجيل جيمينوك، ارسال موجه هناك، تأتي روزر، الله 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 على الألماني، مطرقة تضرب بقوة في حوائط الصد، شوف ضربة قوية، وطبعا المتابعة تحتاج من يتابع هذه الضربات الساحقة والعودة يعني للكرة المرتدة من حوائط الصد. داي ارسال هجومي مقلق، شوف تأتي من جديد، هنا ضربة ساحقة الى خارج الملعب من حوائط الصد. شوف مباراة حلوة نقطة بنقطة، الصيني يتقدم بثنتين، وطبعا الكازاخستاني يقلص الفرق، متى الكازاخستاني يكسر هذه طبعا الحواجز، حاجز النقطة والنقطتين، هذا 18 فيتالي، والإرسال الهجومي استقبال غير موفق، ونقطة التعادل، الله نقطة التعادل كازاخستانية، إرسالات رائعة من الفريقين، إرسالات رائعة من الفريقين. يبدو أن طبعا نشوف، يبدو أن المدرب الصيني شين كيونغ يطلب الآن وقت مستقطع، يبدو هكذا 17 فعلا يطلب وقت مستقطع الآن، وطبعا هناك مشكلة في الكرة الأولى في الطائرة طبعا شانغهاي جولدن الصيني. مباراة حلوة 17-17 الشوط الأول، مباراة الربع النهائي، من يتأهل للمباراة النهائية؟ انتهى طبعا الوقت المستقطع لفريق شانغهاي جولدن 17-17 الشوط الأول. طبعا عادت طائرة التاي الكازاخستانية من بعيد، وطبعا جاءت بالتعادل، هنا الاستقبال غروزر إلى خارج الملعب، تقدم كازاخستاني الآن، شوف غروزر يعني هناك إلى خارج الملعب، شوف ضربة ساحقة، هذا في ثالي من جديد، فودين 18 كازاخستان، إرسال هجومي، الاستقبال هناك غروزر، شوف الله يأتي بالتعادل، وضع كل قوته كل تفكيره كل خبرته هنا في هذه الكرة، شوف لعبها بعيدة عن حوائط الصد الكازاخستانية، والطائرتان تحلقان في مستوى واحد، أجواء مطبات ما في طبعا لا تؤثر الآن على الطائرتين، الكل يريد هنا 5 طبعا زهانج، الإرسال لاستقبال واحدة حلوة قصيرة رائعة كازاخستانية، شوف اللعبة الآن تحولت الأمور، كازاخستان تتقدم، الصين تلاحقها وتعادل النتيجة، الخوف طبعا على الطائرة الصينية أنها تتأخر بفارق نقطة أو نقطتين، فهنا تكون المشكلة، أنتون
كروز وشوف هناك الله 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 شوف الكرة هذه شوف معد الفريق يعني كرة كانت صعبة عدها شوف معد الفريق واحدة هنا 13 على طول شين لونغ هاي نقطة التعادل نقطة التعادل 19-19 جروزر مع الإرسال الهدية هو الآخر إرسال اسمه الهدية الإرسال الخاطئ هنا كازاخستان تتقدم نادي ألتاي في سي من جديد يتقدم بفارق نقطة نشوف الإرسال يعني إذا كان مقلق ومزعج راح يأتي بالأمور هنا الأمور الله في شبك في لمس بالشبك وطبعا الكرات القصيرة أصبحت سلاح طائرة شانغهاي جولدن الآن هذه واحدة أيضا من 13 وفي لمس للشبك إذن الكرة تعادل التعادل 20-20 الآن نشوف الإرسال الاستقبال نيكولا أوه ايضا هو يعني ما رضى انه بس جروزر يقدم هدية ايضا هو يعني لابد ان يقدم هدية هنا من جديد استفاد الكازاخستاني من إرسالين خاطئين هنا تأتي الامور إرسال هجومي أوه مقلق هذا الإرسال الهجومي فرصة هناك تأتي لا صينية جروزر يا الله على هذه المطرقة الألمانية فرصة راحت على الطائرة الكازاخستانية كان ممكن الفرق يكون 2 أو 2 الفرق يكون شوف هنا تأتي الأمور ضربة ساحقة من جروزر تعيد الأمور إلى التعادل راح يكون الثقل كله على هذا اللاعب في هذه المباراة هذه واحد نشوفه يا سلام شوف تركيبة حلوة حوائط صد موجودة ولكن طبعا هذا العراقي موسى سالم يدير هذا اللقاء ومن جديد تقدم الطائرة الكازاخستانية أعتقد راح يكون في كلام كبير في الاستديو التحليلي ما بين الشوطين وهنا طبعا 22 كازاخستان و21 هنا من جديد داي بطولة مترين وخمسة يعتلي شوف حوائط الصد الكازاخستانية ويأتي بنقطة التعادل شوف يعني هذا الرجل طويل هنا داي مباراة حذرة 22-22 هنا الأمور من جديد الله شوف اللعبة شوفها يعني الآن الفنيات بدأت تظهر معد الفريق بدأ يقرأ صح شوف يلعبها لمن مركز 4 مركز 3 وسط هذه الشبكة كل هذه الأمور 23-22 داي يضرب وطبعا مواجهة الكرة هذه واستقبالها يعني كان مستحيل على هذا شوف قوية إيغور حاول فيها ولكن طبعا قوية كانت من زينكو التعادل من جديد 23-23 إرسال هجومي لاستقبال كرة هناك تغيير يا سلام على التفكير يا سلام على معد الفريق اللي طبعا غير كله مركز 4 هناك غير واحدة مركز 2 ولعب كرة شوف هذا بإسقاط كرة جميلة من اللاعب في ثالي نقطة الشوط كازاخستانية والاستقبال طبعا الآن نشوف استقبال للكرة جروزر وحائط صد لا طبعا حائط الصد لم يصمد أمام هذه الضربة الساحقة القوية من جروزر 24-24
24-24 تأتي الأمور الآن. يعني مباراة جميلة متكافئة متساوية، طائرتان هنا في مينمار تحلقان في سماء هذه طبعا البلدة. 24-24 زهانج، الإرسال الموجه، استقبال، تأتي الأمور، حوائط صد طبعا غير إيجابية، غير إيجابية أمام هذا اللاعب الكازاخستاني الذي يأتي بنقطة الشوط من جديد في حوائط صد، ولكن طبعا ما كانت شوفه أمام اللاعب ماكسيم. ماكسيم الإرسال الموجه، استقبال، كرة أولى، شوف، الله 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 الله، يعني صعب، ما له حل جروزر، ما له حل جروزر هنا. يعني شوف الاعتماد هنا الآن على جروزر كليا. 25-25 الشوط الأول من هذا اللقاء. هذا جروزر، إرسال هجومي لكن الشبكة خففت، هناك مركز أربعة، كرة إسقاط، المحاولة حاضرة، داي يضرب في الشبكة، الله يا داي، الله يا داي، رفعت الضغط عند الصينيين. هنا فرصة كانت لداي ولكن طبعا جاءت بالخطأ في الشبكة. من جديد كازاخستان، نقطة الشوط 26-25. إرسال هجومي، الاستقبال، هناك جروزر في المنطقة، في المنطقة جروزر من جديد يأتي طبعا جروزر، شوف 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 من مركز واحد في المنطقة، واضحة واضحة الكرة. 26-26 شوط حلو، ماراثوني الشوط، الشوط ماراثوني هناك. يبدو يبدو طبعا من جديد نشوف المدرب طبعا من كازاخستان يطلب وقت مستقطع الآن، يعني الآن صارت نقطة بنقطة لعبة مدربين، خلاص هو يقرأ، هو طبعا ماذا نشوف، هل هو يريح الفريق، يريح الفريق، ما نشوفه يقدم. إيغور نيكول شينكو، انتهى الوقت، انتهى الوقت المستقطع لمدرب طبعا نادي ألتاي الكازاخستاني، والنتيجة 26-26. إرسال راح يكون مع الفريق الصيني، نشوف من سينفذ الإرسال. نيكولا، نيكولا مع الإرسال، نشوف إرسال هجومي، والله مقلق مقلق، وفرصة فرصة فرصة فرصة، داي داي، ولكن طبعا إعداد خطأ، إعداد خطأ، إعداد خطأ، هذه طبعا الحكم يقول إعداد الكرة لم يكن بالصورة الموفقة. نشوف هنا حاول فيها ولكن طبعا خطأ على نيكولا، إعداد على دفعتين، حكم المباراة العراقي يقول احتجاج من طبعا لاعبي فريق شانغهاي جولدن، ويبدو هناك لفت، لفت نظر للاعب. نشوف هنا طبعا مع حكام الطاولة للتأكد، هذا طبعا الحكم من هونغ كونغ، هنا يطلب شين، شين كيونغ يطلب طبعا وقت مستقطع الآن. كازاخستان متقدمة بطبعا نقطة، وهي نقطة الشوط الآن، نقطة الشوط، يبدو أن اللاعب نيكولا يعني متنرفز هنا من هذه اللعبة، وغير راضي طبيعي على قرار حكم المباراة
العراقي اللي حسب لإعداد الكرة على دفعتين. انتهى الوقت المستقطع وإرسال كازاخستان. إرسال كازاخستاني والاستقبال طبعا هناك. هذا نشوف زينكو الاستقبال موفق. تأتي من جديد وداي حوائط صد حاضرة من جديد. جروزر يا الله جروزر يعني خلاص وضح انه ما له حل ما له حل. جروزر رجل المباراة هو. شوف رجل المباراة حتى الآن في هذا الشوط 27 27 27 27. والاستقبال هناك مركز أربعة حوائط صد. الله حوائط صد شوف جاءت في الوقت المناسب لطائرة شانغهاي جولدن. هنا طبعا ينجح اللاعب 5-2. هنا يتدخل المدرب الكازاخستاني إيغور نيكول يطلب وقت مستقطع. الطائرة طبعا هي الآن متأخرة بنقطة الشوط 28-27. مباراة جميلة رائعة في طبعا ربع النهائي حتى الآن الشوط الأول. الشوط الأول ما زلنا في الشوط الأول 28-27. يمكن نوصل 30-32 ممكن. هذه هي كرة الطائرة. المهم الفريق أن يفوز بفارق نقطتين. والإرسال صيني الآن عن طريق لاعب شين لونغ هاي. الاستقبال راح يكون عند الكازاخستاني ونشوف الكرة هذه تأتي من جديد واحدة من الخط الخلفي. المتابعة حاضرة فرصة داي 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 يخلصها. الله أخيرا داي يخلص الكرة والصينيون يتنفسون الصعداء. وطبعا النتيجة جميلة وشوط أحلى. وزميلي طبعا يوسف الربيع لك الكلمة. شوط لا يحتاج لتحليل فني بل يحتاج لتفاسير كثيرة حدثت في هذه المباراة. أولا الفريق شنغهاي الصيني يتقدم بفارق 4 نقاط 14-10 أو حتى يمكن وصلوا 15-11. ومن ثم يتأخر هذا الفريق يصل فريق ألتاي كازاخستان لنقطة الشوط 17-17 عدل يعني وصلوا لنقطة الشوط 24-23 ولم يحرك ساكنا مدرب شنغهاي بدون أي تايم أوت. يجي مدرب ألتاي يكون عنده 2 تايم أوت وكان متأخر في فترة من الفترات ما أخذ شيء. كانت بصراحة شوط غريب من اللاعبين من المدربين حتى من إدارة يعني المباراة. أيضا حكم يحسب يعني كورتين في وقت حساس جدا. شوط غريب صراحة. والله هو شوط حماسي قبل كل شيء لكن الاستغراب أنه تفاوت للنقاط ولا هروب شنغهاي في بداية الشوط من النقطة نشوفناها حتى على 14-11 وصلت النتيجة 8-5 في التكنيكال تايم أوت الأول. لكن مدرب كازاخستان مخذاش ولا تايم أوت وبعدين مشيت المباراة حتى للتعديل 17-17 في النقطة 17-17 نفس الشيء ما شاهدناش ردة فعل المدرب مش ياخذ كيف نفس الشيء تايم أوت. 21-20 22-22 النتيجة كانت متقاربة كثير إلى حد أنه الكازاخستان جاتوا 3 كرات انهاء الشوط والمدرب نفس الشيء الصيني ما اخذش تايم اوت. بعدين تفاجئنا انه على النقطه 27-26 بياخذ تايم اوت لسه ما اخذش وكازاخستان لسه ما اخذش 2 تايم أوت نفس الشيء خليهم لاخر المباراه. وهنا ما فيش اسباب لكن نقول انه يمكن المدرب القراءه متاعه ما كانتش نوعا ما جيده لكن خدمت لمصلحته في الاخير في اخر الشوط. ملخص الشوط كامل نقوله بطل الشوط هو اللاعب جروزر بدون منازع. شخصية قوية لاعب تحمل مسؤولية كبيرة في الشوط كامل خاصة في نهاية الشوط من نقطة 20 فما فوق. وهذه كان جروزر قيمة ثابتة للاعب متميز في حجم جروزر بكل صراحة. ناصر كذا نجيب محترفين بصراحة
بالفعل كجروزر لاعب لا قيمه وبينت قيمته في الاوقات الحساسه، كان موجود في الجيم من بدايه الجيم. جروزر سجل حوالي 11 نقطه من الضرب الساحق، ما سجل في البلوكات. مجمل المباراه ما فيها بلوكات وما فيها ارسالات ايس، في ارسال ايس واحد للاعب نيكولا، والارسال الثاني اللي كان مؤثر من نيكولا نفسه، ولكن الخطا اللي صار عليه من اللي حسبه على الحكم دبل. الصينيين خلنا نقول من 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 وجهة نظر ثانية، الصينيين ضربوا الفريق الكازاخستاني بأسلوبهم، خلنا نقول بأسلوب إنه قووا في رسالاتهم وقووا في البلوكات، اللي خلى الفريق الكازاخستاني ما يقدر يؤدي بأريحية. نعم، وبصراحة يمكن بينت أخطاء الفريق الكازاخستاني أكثرها في الإرسال، يعني إذا كان في عنده 20 خطأ في المباراة الأولى فهي اتوقع يمكن 14 في الارسال. والله شوف، هو هم اخطاء في المباراه هذه خاصه في اللحظات الحساسه، الاخطاء اختفت تماما، تم الضرب على طول. الشوط الثاني يبدا ومعه مع عقيل السيد. نعود بكم مع الاثاره وطبعا التحدي والتنافس هنا في الشوط الثاني من اللقاء، طبعا شنغهاي جولدن الصيني ونادي التاي الكازاخستاني ضمن منافسات دور الثمانية، من يتأهل إلى مباراة الدور قبل النهائي. طبعا الصين طبعا فازت بعد ماراثون بالشوط الأول، كازاخستان تبحث هنا عن الشوط الأول في هذا طبعا اللقاء، وهنا طبعا لمس طبعا لجدار الحائط هنا، شوف، وكرة طبعا تأتي من اللاعب جروز. نقطتان كازاخستان طبعا هنا البحث، الاستقبال لم يكن بالصورة الموفقة، كرة اسقاط رائعة من اللاعب جروزر، كرة اسقاط رائعة من اللاعب جروزر، شوف حتى الكرة تكون سلبية هو جابها شوف جابها، لكن في لمس للشبكة، في لمس للشبكة من طبعا اللاعب 17. نقطة أولى الحكم طبعا من هونغ كونغ وان يقول في لمس للشبكة، هذا داي اللي أنهى الشوط الأول لمصلحة الفريق الصيني. شوف الإرسالات بدأت الآن، إرسالات مركزة، قد تكون إرسالات قصيرة، هي يلعب له كرة قصيرة، نقطة التعادل تعود الآن إلى الشوط. كازاخستان الآن بكل ما تملك من أوراق فنية في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، داي من جديد، التعادل يسيطر على بداية التحليق، هنا إرسال خاطئ من اللاعب داي، هو أيضا يتأسف على هذه الكرة والهدية اللي قدمها للفريق الكازاخستاني. ثمانتعش فيثالي مع الإرسال، كادت طب أيضا تكون هناك، نشوف، الله، نيكولا ينجح نيكولا من جديد في طبعا التحليق بجانب الطائرة الكازاخستانية هنا عبر هذه النقطة، نقطة التعادل 3-3 الآن، وطبعا الصيني ناوي على الشوط الثاني، كازاخستان يريد التعادل حتى البقاء هناك. ومن جديد حلوة، هذه حلوة هناك من مركز اثنين، يعني مباراة الآن نشوف سريعة في تنفيذ الألعاب، سريعة هنا أيضا في التفكير في استغلال هذه النقاط، وهذه نقطة حلوة من المركز اثنين من جديد كازاخستان، الإرسال الموجه هناك جروزر، كرة اسقاط، وطبعا حملها الحكم العراقي يقول في حمل على اللاعب جروزر، وطبعا شوف الآن نشوف الكرة، خطأ جميل، هذا اللاعب يعترف إذا في خطأ هناك، يعترف، هذه هي
يعني سمات اللاعب المحترف. اللاعب المحترف هنا طبعا لا يمتع جماهير، جماهير تريد أن تستمتع بفنه بمهاراته هنا، أيضا بأخلاقياته وبأسلوبه هنا في التعامل. من جديد إرسال هناك والمتابعة الكازاخستانية، إعداد كرة تأتي من جديد، حوائط صد، الله شوف شوف حوائط صد هنا أمام زينكو، أمام زينكو. الفرق يعود إلى الآن نقطة واحدة، وغروز و13 بالمرصاد، غروز وطبعا غروزر و13 بالمرصاد. هنا غروزر عنده مترين، وطبعا أيضا شين لونغ مترين. المحاولة حاضرة، نقطة التعادل، يا سلام على التركيبة، يا سلام على التركيبة، ما شفناها في الشوط الأول يعني إلا نادرا، هنا نراها منذ بداية الشوط. 5-5 السيناريو الآن يتكرر، والنقطة تسير الآن، شوف هي التي توجه الفريقين النقطة، وغروزر مع الإرسال، شوف إرسال جدا مقلق، وهذه فرصة الصيني التقدم، فرصة الصيني، واحدة حلوة حلوة قصيرة على الطاير سريعة على الشبكة الكازاخستانية. ومن جديد شوف شينغهاي جولدن يتقدم، هذا اللاعب 13 شين لونغ هاي، ينجح غروزر مع الإرسال الثاني، والصين تتقدم بفارق نقطة الآن. نشوف الله الله الله، شوف يعني هنا تأتي الأمور، المتابعة حاضرة، من يعد لكرة هناك مركز أربعة، والله الصيني بدأ الآن يظهر كل التكنولوجية الموجودة في الطائرة هنا الصينية. هناك يضرب حوائط صد متأخرة لمواجهة يعني هذه الضربة من نيكولا، نيكولا بدأ أكثر فاعلية الآن هنا في هذه المباراة. نشوف يتدخل مدرب نادي ألتاي الكازاخستاني، يطلب وقت مستقطع، أفضلية الآن لطائرة شينغهاي جولدن التي تتقدم بفارق نقطتين، وهذا الأمر طبعا كان أيضا في يعني فترات من الشوط الأول بفارق نقطتين وثلاث، ولكن طبعا الكازاخستاني عاد بسرعة وطبعا جعل المباراة أن تكون متكافئة، والطائرتان تحلقان في مستوى واحد من جديد. الآن انتهى الوقت المستقطع لمدرب كازاخستان غروزر مع الإرسال، نشوف الإرسال هنا، الهدية، إرسالان يعني رائعان قويان كان، ولكن الإرسال هنا إرسال الهدية، إرسال خطأ، الهدية طبعا هو الإرسال الخاطئ، والفرق يتقلص إلى نشوف ومكسيم إلى نقطة واحدة. مكسيم هنا شوف، الله الله على الكرة هذه، صعب صعب الكرة من اللاعب شين، شين لونغ هاي 13 يضرب، شوف شوف الله، هاي للمرة الثانية يلعب لك كرة واحدة قوية في ملعب الكازاخستاني، والوقت الفني الأول للشوط الثاني. أيضا إرسال هدية، هذا الإرسال الثاني، الهدية واحد طبعا من غروزر والثاني من نيكولا، المحترفان في صفوف طائرة شانغهاي جولدن.
9 نقاط شانغهاي جولدن، 7 نقاط كازاخستان، وزينكو مع الإرسال الهجومي. ولكن هناك يعني شوف الاستقبال، استقبال الكرة هذه كان استقبال موفق، يعني رغم أن الإرسال هجومي، ولكن يبدو شوف هناك اللاعب من نيكول، نيكول هو اللي طبعا يعني يستقبل هذه الكرة بقوة. الآن 10 نقاط، 3 نقاط الفارق. من جديد نشوف لخبطة هنا في تأتي الله 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 الله، من يعدها، من يشيل الكرة؟ أنا أقول صاحب التخصص، هو صاحب التخصص، هو معد الفريق، ولكن طبعا شاءت أن تكون بهذه الطريقة، عدم التنسيق. وطبعا نقطة لطائرة كازاخستان، والفرق يتقلص إلى نقطتين. وهذا طبعا دامير مع الإرسال، هنا المتابعة حاضرة، ممكن كرة إسقاط، ولكن المتابعة حاضرة هنا. جروز، وأيضا من طبعا شوف المنطقة الأمامية، هذا يخالف القانون، المنطقة الأمامية جروز طبعا لمس طبعا الخط الأمامي، والفرق يتقلص إلى الآن نقطة واحدة. وهذا طبعا من جديد دامير أكيموف، شوف كرة إلى خارج الملعب، التعادل. لخبطة حصلت في الطائرة، شوف الصينية هنا، وتركيز هناك في الطائرة، نشوفها الكازاخستانية. هنا يتدخل المدرب شين، يتدخل يطلب وقت مستقطع. إذا هناك حدثت مشكلة في الطائرة الصينية، فلا بد من تصحيح الوضع، رغم أن الأمور متساوية الآن، التحليق في مستوى واحد. انتهى الوقت المستقطع لنادي شانغهاي، التعادل. شوف داي يسقط كرة، ولكن طبعا لم يوفق فيها، من جديد مع حوائط الصد، ولكن شوفه بعيدة. أيضا الاستقبال لم يكن بالصورة الموفقة، كرة طبعا قوية كانت من اللاعب الكازاخستاني. شوف يضرب جروزر، حاول فيها، ولكن طبعا فيتالي فوند ينجح هنا في التقدم لطائرة ألتاي. الآن تتقدم، جاءت حققت 3 نقاط 4 نقاط متتالية. هنا الاستقبال مشكلة، داي يحاول يضرب ولكن إلى خارج الملعب. التقدم يتواصل لطائرة ألتاي بفارق نقطتين، كانت متأخرة بفارق 3 نقاط، جاءت الآن وحققت 5 نقاط. هنا شوف الإرسال هناك، وجروز كرة إسقاط، يا سلام على المحاولة هناك، من جديد مركز واحد يضرب بقوة هذا الرجل. شوف يعني هنا كرة ماكسيم يضرب بقوة، هناك مشكلة في الطائرة، شوف الصينية لابد من وجود حلول لها، بدأت تتأخر في الطيران. تدخل آخر من طبعا المدرب شين كيونغ، هناك مشكلة في الطائرة، لابد هذا التدخل يعني الثاني، التدخل الثاني الآن للطائرة الصينية، تدخل ثاني من المدرب، يريد عودة، تشوفه مو راضي. هناك مشكلة في الاستقبال، الكرة الأولى أفضلية لطائرة ألتاي كازاخستان، 13
مقابل 10 نقاط. الشوط الثاني، الشوط الأول كان طبعا الصيني الاستقبال للكرة الأولى وضربة ساحقة هنا رائعة من جروزر. جروزر يخرج ويظهر في الوقت المناسب هنا ويقلص الفرق إلى 2 نقطة. كل شيء جائز في هذه المباراة في ضوء طبعا تكافؤ الفريقين في الأداء. إرسال الاستقبال موفق هناك أيضا. الله، ماكسيم، ماكسيم من مركز 2 يضرب هذا الرجل 1.97 متر، يتعامل بصورة موفقة مع حوائط الصد الصينية، يعود بالفرق إلى 3 نقاط. هذا كابتن الفريق سرجل جيمينوك هناك، وكرة إسقاط، وشوف المتابعة ممكن ولكن الفرصة، شوف مع الصيني، الفرصة مع الصيني، يضرب داي ولكن هناك صمود في الاستقبال من جديد. داي، الله، بطولة، يضرب كرة قوية في الملعب. الكازاخستاني يعيد الفرق إلى 2 نقطة. والله مباراة حلوة مجنونة هنا بين الطائرة الكازاخستانية والطائرة الصينية. طبعا تنظيف أرضية الملعب من الرطوبة. الآن الإرسال مع داي إرسالاته هجومية وأيضا ينوع. نشوف داي مع الإرسال الهجومي، هنا تأتي الأمور من جديد. الله، إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. الكرة اللي طبعا مركز 2 يأتي بها، وهنا طبعا شوف يعني ماكسيم يضرب إلى خارج الملعب، كان ممكن أفضل مما كان. تأتي الأمور ويتقلص الفرق الآن، وداي من جديد مع الإرسال الهدية، الإرسال الهدية هنا طبعا 15-13 الشوط الثاني من المباراة. الشوط الأول لمصلحة طبعا انتهى لمصلحة طبعا الفريق الصيني 29-27. هنا الشوط الثاني إرسال هجومي، الاستقبال موفق، هنا جروزر ينجح هذا الألماني في التعامل مع حوائط الصد. زهانغ ياشين مع الإرسال الصيني، إرسال هنا واحدة قصيرة حلوة سريعة يعلن عنها بدء طبعا الوقت الفني الثاني. مباراة سريعة مشاهدين الكرام وجميلة في نفس الوقت. Когда ты с разбегом ровно просто. Да, я говорю, я их скинул, пацаны, это мой мяч. Надо было ровно вот так держать. Здесь. Так же держи, чуть-чуть ближе. Поехали. Ну, если мы скидаем, то там смотри, можешь сброситься один в один, можешь сброситься. Если Come on, 2 points, hey guys, two points, come on. End of the second technical timeout. انتهى الوقت الفني الثاني للشوط طبعا الثاني. أفضلية لطائرة كازاخستان، وطبعا المدرب إيغور نيكول كان أمامنا. هنا إرسال هدية من اللاعب 17. الفرق يعود إلى 1 نقطة. ستة عشر خمسة عشر جروزر مع الإرسال،
إرسال إلى خارج الملعب، هدية أيضا، إرسال هدية من غروزر، هاي الإرسال الثاني الذي لا يوفق في تنفيذه غروزر في هذا الشوط. الأمور تعود لمصلحة كازاخستان بفارق طبعا نقطتين الآن، وإرسال أيضا إلى خارج الملعب، إرسال من طبعا ماكسيم إلى خارج الملعب. نيكولا راح ينفذ إرسال الصين، شوف إرسال هجومي، هنا تأتي الأمور، كرة إسقاط يعني حاول فيها، ممكن ولكن ما زالت الفرصة أمام، شوف حلوة هذه التركيبة، حلوة التركيبة، شوف يعني في هذا الوقت هذه التركيبة تأتي يعني جميلة جميلة من طبعا الفريق الكازاخستاني، كرة حلوة من الخط الخلفي، مركز يضرب بقوة ويأتي بالمطلوب. من جديد الفرق يعود، هذه هي يعني الأمور، وإرسال هجومي هناك، نشوف دعاي حوائط صد، الله جاءت في الوقت المناسب من فريق ألتاي، ألتاي هذا اللاعب رقم 11 دامير أكيموف ينجح، شوف هنا في الصد لهذه الكرة وزيادة الفرق إلى 3 نقاط الآن، إلى 3 نقاط، هذه المحاولة الثانية في الإرسال تأتي، وهناك الكرة داي، فرصة 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 واحدة، الله شوف 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 يعني حلوة هذه من 18 فيثالي فوريفوفين ينجح هنا، والفرق الآن شوف يزداد، والمهمة تصعب في الطائرة الصينية لشنغهاي، أيضا إرسال، شوف الإرسال الهجومي، وهنا حوائط الصيد، ولكن طبعا كانت قوية جدا ولم تكن موجهة في الملعب، شوف 20-17 لمصلحة الفريق الكازاخستاني، مهمة صعبة تواجهها طائرة شنغهاي جولدن هنا، وكيف تعود هنا واحدة من الخط الخلفي، حوائط الصد لا تعمل وليس هناك من يتابع، هنا الأمور ما زالت تسوء في الطائرة الصينية، 21-17 الشوط الثاني، الشوط الأول كان صيني، هذا دامير أكيموف الإرسال الموجه هناك تأتي، ينجح داي هذه المرة، داي ينجح، تغيير من معد الفريق من طبعا الكرة في مركز 2 إلى مركز 4، وداي يتعامل بصورة موفقة مع حائط الصد من اللاعب، فقط 4 سرجيل كابتن الفريق، الفرق يتقلص إلى نشوف واحدة قصيرة، الله يعني بدأ هذا اللاعب 17 أنتون كوزنتسوف ينجح هنا في إعادة الأمور إلى 4 نقاط، وطبعا الضغط هنا على الطائرة الصينية، الضغط على الطائرة الصينية، هنا كرة تأتي، الفرصة مضافة هنا إلى نقطة أخرى، الله تعود من جديد، وكرة إسقاط ولكن المتابعة هناك حاضرة، واحدة قوية، حوائط صيد هنا الرائعة الصينية، حوائط صيد تخرج هنا صينية رائعة، السور الصين لحين ما استخدموه، لحين ما استخدموه، وهذه طبعا شوف من اللاعب 5 زهانج ياشين، 22-19 وهنا الآن يعني المهمة
الآن في العودة للطائرة الصينية والإرسال الهجومي أحد الحلول هنا يضرب بقوة وطبعا الكرة لمست حوائط الصد والنقطة الثالثة والعشرون هنا مقابل طبعا 19 نقطة لمصلحة الطائرة الكازاخستانية التاي التاي في سي. شوف هناك نيكولا نيكولا ويتعامل بصورة موفقة مع حوائط الصد. ما زالت الطائرة متأخرة هي تجتهد الطائرة الصينية ولكن هناك ثلاث نقاط والفريق اللي أمامك فريق قوي جدا جدا الطائرة الكازاخستانية صناعة ثقيلة معروفة طبعا اللي كانوا طبعا في الاتحاد السوفيتي تأتي من جديد الأمور هنا واحدة هناك كرة استقرار ومن جديد من جديد الفرصة كروس يضرب وأيضا المتابعة حاضرة من جديد الفرصة هل تتحقق هنا نقطة للطائرة الصينية أخيرا بعد حوار طبعا بين الطائرتين انتهت الأمور الآن للنقطة 21 للفريق الصيني 23 كازاخستان الشوط الثاني هذا زهانغ الاثنين يعني بين 18 وطبعا الليبرو ميرلان وطبعا فيتالي والكره طبعا يعني هي خلينا نقول هديه او ارسال لوتر طبعا مخادع هذا ارسال Он идет, 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 не я, ничего, не тут бежит. Слева стык, Ваня. Давай, приемлик. У меня секунда, слов не было. Смотри, как я говорю. الثاني يذهب لمصلحة الفريق الكازاخستاني ب 25 نقطة مقابل 23 بعد أن كان متأخرا هذا الفريق التاي ب 10-8 أعتقد استطاع أن يتقدم 13-10 ويجبر فريق شنغهاي أو مدرب فريق شنغهاي على تايم أوت واحد خذا والثاني بصراحة أنا أقول لك نساه ف
صحيح يا ابو سلمان. ناخذ ملخص الشوط اللي صار في الشوط هذا. كثره الاخطاء من الفريق شانغهاي جولدن ايج الصيني في مقابل غياب خلنا نقول في بدايه الشوط اختياري للاعب جروزر، ما كانت توصل له الكوره، ما كان الرفاع ما كان يعطيه الكوره، ولكن خلنا نقول من بعد النقطه يعني من فوق العشرين للفريق الالتاي الكازاخستاني صار غياب قسري للاعب جروزر، انه سكروا حوادث الصد بشكل جيد، تضرب الكره تاتشا وتروح للمدافعين يعيدونها ككاونتر اتاك وهجمه مرتده بنقطه اضافيه لفريقهم، ونجحوا كثير. ولكن في نهايه الشوط صار في نوع من الدروب وعدم خلنا نقول تمكن من انهاء الشوط 25 او وصول نقطه 25 قبل المنافس. صار في ضغط عليهم، تايم اوت المدرب الكازاخستاني تايم اوت الاول له اللي خدع على 23-22 بعد خطا بسوء تفاهم بين لاعبين في الاستقبال. من عقب الفريق رجع بروح جديد اخذ سايد اوت، والكره اللي سايد اوت من الطرفين، ومن ثم ارسال جروزر اللي خرج خارج الملعب انهى المباراه. الشوط هذا مجملا كان كثره اخطاء الفريق الصيني مقابل غياب جروزر. ممكن هذه خطه المدرب انه يرجع جروزر في الشوط الثالث انه يكون دائما له الافضليه. كابتن غازي، غاب جروزر عن هذا الشوط او لم يستعمل كثيرا، فشفنا الفريق الصيني يعني خسر، مع انه شوف رست كبير في يعني ضغط قوي جدا خاصه في الارسال. صح، هو الفريق الصيني الميزه بتاعه حاول بيضغط عن طريق الارسال، وخاصه على اللاعب ليبرو الكازاخستاني، استغل اكثر من يمكن جهه اللعب على الليبرو اللي ما كانش الى حد الان مش قاعد يؤدي كاداء جيد كلاعب ليبرو، لانه قوته تكون على مستوى الاستقبال والدفاع الخلفي. اكثر النقاط اللي تسجلت على مستوى الارسال كانت كلها موجهه لليبرو بتاع الفريق الكازاخستاني، وكان الفريق الكازاخستاني يلعب بخطه يعني ارسال تكتيكي موجه بين مركز 6 ومركز 1. صحيح، بيحاول اكثر من يمكن منه مش يقلق اللاعب جروزر، ما يخليهش يضرب اريحيه من جهه مركز 1، ونجح في الخطه نتاعو هذه. وشفنا حتى على مستوى الاستقبال الفريق الكازاخستاني الفريق الصيني ما كانش قادر باش يستقبل الكرة استقبال جيد للمعد، وكان في كل مرة الاستقبال يكون موجود ما بين مركز يعني خارج منطقة 3 أمتار، ويكون موجود أكثر من يمكن من جهة مركز وين موجود جروزر، وكانت المكان المسافة قصيرة كثير بين الرفع وجروزر، ما خلاش جروزر أريحية كثير على مستوى الرفع، وما خلاش المعد كيف يعطي الكرة المميزة بالنسبة لجروزر. نواصل المتعة والاستمتاع بهذه المباراة الشوط الثالث مع الزميل عقيل السيد. Сейчас лупить будет. Скажи, перебежать.
Come on.
Сейчас первый бой. Слово переходящий. Yeah.
في لمس من اللاعب رقم 5 هذا المدرب الآن لابد أن يأتي بطبعا حلول لهذه الطائرة. رسائل التحذير من برج المراقبة هناك في المدن الصينية تأتي لهذا المدرب ومحاولة التشويش من طبعا والتأثير عليه من قبل الأبراج والرادارات الكازاخستانية، ولكن هذا المدرب يبدو أنه يعني تقبل هذه الرسائل وحصل عليها. الآن هو يريد يعني تفكيك الشفرة الموجودة هنا في الخلل الموجود في الطائرة الصينية. نلاحظ الآن انتهى الوقت الفني الثاني، فهل يعود المدرب شين كيونغ مع هذا المحترف الرائع غروزر بهذه الطائرة للتحليق بالقرب من الطائرة الكازاخستانية؟ محاولات وطبعا رائعة من غروزر من جديد. غروزر من جديد هو الذي نشاهده يحلق في هذه طبعا الكتيبة الصينية، هو الذي يحلق يعني بشكل ملفت هذا الرجل الألماني المحترف هنا. طبعا 16-13 وداي يضرب بهدية، داي يقدم هدية هنا بإرسال خاطئ. يعود بالفرق إلى شوف 4 نقاط. في الثالث فوزي فودين إرسال هجومي على استقبال، شوف غروزر حوائط صد حاضرة كازاخستانية ونيكول يضرب والمتابعة حاضرة من جديد. فرصة صينية من يخلص غروزر، هو غروزر رجل المباراة، رجل الطائرة، كابتن الطائرة الصينية. كل ما تريد من ألقاب تطلقها على هذا الرجل. هو شوف يعني يتحمل يعني المهمة الأكبر هنا هذا الرجل. الفرق يعود الآن إلى 3 نقاط، ما زالت الطائرة تبحث عن العودة الصريحة الطائرة الصينية أمام طبعا التألق الكازاخستاني. زهانغ مع الإرسال، أوه كادت الشبكة أن تأتي بالأمور، كرة مفتوحة، هناك ضرب ساحق في حوائط الصد الصينية. المتابعة لهذه الكرة لم تكن موفقة من اللاعب زهانغ، والفرق يعود إلى 4 نقاط. يعني بهذا الشكل الطائرة الصينية راح تكون في طبعا مهمة صعبة هنا للغاية إذا كان الفرق 3 و4 نقاط في هذا الذي ستسير عليه المباراة. هذه واحدة قصيرة، التنويع حلو وأيضا إيجابي هنا للفريق. يعني دائما كروزر طبعا راح هنا يعني يرهق هذا اللاعب. قليلا ما نرى تفعيل اللاعب نيكولا. غروزر مع الإرسال الهجومي، هناك كرة إسقاط، تأتي الفرصة لشوف هنا وضربة ساحقة ولكن الفرصة كازاخستانية. يضرب الله على مكسيم. ماذا يفعل هذا الرجل الكازاخستاني؟ مكسيم يضرب بقوة. مايك شينشينكو
ماكسيم مايك شينشينكو هذا اللاعب. وطبعا ارسال غير موفق، ارسال غير موفق. 19 طبعا كازاخستان، 16 الصين. الشوط الثالث من هذا اللقاء، شوط لكل فريق. نيكولا مع الارسال الهجومي، هناك الامور الله واضحه واضحه هنا الامور. وطبعا يوري زينكو يعقد الامور الجديد في الطائره، يعقدها. شوف حوائط صد متاخره في مواجهه هذا الرجل. هذا يوري زينكو مع الارسال الهجومي. شوف ارسال طبعا تاتي الامور، فرصه كازاخستان من يخلص واحده قصيره، لا يغيرها. يا الله شوف يعني بدا يتفنن هذا الفريق، هذه الطائره شوف تحلق وتتفنن في التحليق. شوف الوان سماويه تطلقها في هنا هذه الصاله. وهنا يضطر المدرب شوف الى اجراء التغيير. خلاص الوقت المستقطع هو اخذ وقتين مستقطعين، 21-16 الفرق. شوف يعني الفرق. Все, съем планер. За голову может быть. Помните, в прошлый раз за голову, пожалуйста. Я не беру. Хорошая доводка и быстрый, быстрый. Поднял мячик, он хороший. Дальше будь. Давай, давай, поднимай. Давай, 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 давай
уходящий, уходящий! Давай!
Ребята, десятый, прыгните попозже, зацепите, я вытащу сзади. А ну давай поднимем один мяч. Сейчас главное защита, нападение не думать. Защита главное. Поехали, Антон! Yeah!
بصورة موفقة ومن جديد التعادل، من جديد التعادل في هذه المباراة المجنونة التي طبعا تحلق على طبق ساخن. هنا كروج يضرب بقوة، والله صاروخ صاروخ ألماني بتكنولوجية صينية يضرب في طبعا. شوف قلب الملعب هنا طبعا، الكازاخستاني يوري زينكو لم يوفق في استقبال هذه الكرة من جديد. هل يأتي هذا الرجل الشجاع الألماني بالمطلوب للطائرة؟ نشوف من جديد الإرسال هجومي، ولكن هدية إلى خارج الملعب. كانت الفرصة ولكن طبعا لم تستغل أيضا بإرسال هجومي غير موفق. هنا الشوط الثالث من هذا اللقاء، 33-33، إرسال هدية واحد بواحد. الآن نقطة الشوط هنا جروزر يحتاج على هذه الكرة، ولكن طبعا القرار هو قرار حكم المباراة. أربعة وثلاثين. يوري زينكو للمرة الثانية، هذا الرجل يبدأ فرصة الصين. لو انقلبت الفرصة هنا للكازاخستاني راح ياخذها. إذا ما استغلها الصيني هنا فانغ يانغ ينجح هنا في إنهاء هذا الشوط في شوط ماراثوني كبير. الآن شوف ينتهي لمصلحة الفريق الصيني. زميلي يوسف الربيع لك الكلمة في الاستديو التحليلي. في بداية الشوط ولكن في نهاية الشوط فعلا ما كان له الحل. الفريق الكازاخستاني كان أقرب إلى الفوز في الشوط الثالث، ولكن ما استغل جميع الفرص اللي أتيحت له بأخطاء مباشرة. سلم خلنا نقول نصف النقاط هو سلمها بأخطاء مباشرة، والنصف صحيح. الآخر تكفل فيها جروزر. في تبديل حصل من مدرب الصين عجبني في النقطة 21-16 بتقدم فريق الكازاخستاني 21-16، قام بإخراج داي اللي كان تحس انه في نوع من الثقل والتعب، وادخال لاعب 10 اللاعب فانغ اللي سبب نوع من الانتعاشة والتوازن للفريق، ورجع الفريق لجو المباراة. وشفنا اول تعادل على طول بعدها بست نقاط سجل الفريق الصيني مقابل نقطة الفريق الكازاخستاني، تعادل 22-22. وبعدين بدينا المسلسل المتعة في صحيح. الضرب والهجوم. كابتن بصراحة ما تشوفنا في تقلبات غريبة في هالمباراة حتى من المدربين؟ كابتن شفنا لما حال السيناريو الشوط الأول يعاد في الشوط الثالث بنقاط أطول الفريق الكازاخستاني الشوط الأول جاته أربعة
كرة شوط وفرط فيهم على أول كرة شوط جت لشانغاي فاز بالشوط هذايا. الشوط هذايا نشاهد فريق كازاخستاني نفس الشيء بتجي 5 كرات شوط وبعدين تنقلب الموازين يعني على 6 كرة شوط الفريق الصيني يفوز بالشوط هذايا. وهذا أكبر دليل أنه الفريقين الاثنين فريقين متقاربين في المستوى وفريقين يعني في تشالنج كبير ما بينتهم ما بين الفريقين الاثنين. لكن الفريق شانغاي ظهر فريق لا يستسلم، فريق يلعب لآخر حظوظه، وقلنا الفريق كازاخستاني يعني عاون كثير الفريق شانغاي الصيني في الشوط هذا خاصة على كثرة الأخطاء المسترسلة. شفنا 3 إرسالات يعني ضايعين وكانوا إرسالات بدون فاول. التاي كابتن ما يعرفون كيف يخلصون النقاط الأخيرة. الشوط الأول جاتهم أكثر من كرة شوط، والشوط الثالث أيضا أكثر من كرة شوط. التاي شفنا اللاعب ماكسيم يعتبر من خيرة اللاعبين الموجودين وأكثر لاعب ياخذ كرات، لكن ما حسيناش أنه ماكسيم ليدر في الفريق، ما حسيناش أنه ماكسيم لاعب يتعامل عليه في الأوقات الحساسة. وهذه هي النقطة اللي تنقص فريق التاي الكازاخستاني، لأنه في الوقت اللي لازم فيه لاعب بيخلص كرة ما حصلش الرفع اللاعب هذا اللي قادر يفرق له، على عكس فريق شانغاي شفنا في كل وضعية صعبة موجود اللاعب جروزر باش يخلص وياخذ يعني الريادة في الأسبقية في تسجيل النقاط. وهذه أهم نقطة اللي تعطي للفريق اطمئنان كثير في المباراة متاعه. في شوط رابع؟ في شوط خامس. وخامس إذا نعود مرة أخرى بصوت الصورة للزميل عقيل السيد والشوط الرابع. مشاهدين الكرام نعود بكم مع المتعة والإثارة من جديد، شوط رابع في لقاء طبعا التاي الكازاخستاني وطبعا شانغهاي غولدن الصيني، شوطان لطبعا غولدن. وهنا طبعا إلى خارج الملعب، كرة إلى خارج الملعب لم طبعا تلمس حوائط الصد من جروزر، يضرب كرة قوية ولكن طبعا لم يوفق. نقطة أولى لألتاي كازاخستان من جديد، واحدة شوفاء السريعة، التنويع حلو ومفيد هنا في طبعا الألعاب. كرة التعادل هنا، نقطة التعادل جروزر طبعا الصاحب ده يعني هذا الرجل الذي يأتي دائما بالمطلوب في الوقت المناسب. وهنا ضربة ساحقة من ماكسيم، ماكسيم يضرب بقوة، مباراة قوية، التوقع صعب من سيفوز أيضا بالشوط الرابع. صعب، مباراة كانت تسير في اتجاه كازاخستان ولكن طبعا عادت بسرعة وأصبحت متساوية متكافئة في الشوط الثالث. هنا أيضا شوف نيكولا ينجح في لعبة حلوة على الشبكة وتمويه. إذن هذه مباراة مجنونة، أين تتجه لا نعلم هنا، ولكن الأهم أنها على طبعا قناة الكأس الرياضية في بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة هنا في ميانمار. نقطتان لكل فريق. الشوط الرابع من جديد كرة حلوة، وطبعا هناك أيضا القصيرة بدأت الآن تظهر، الكرات القصيرة هي التي بدأت الآن. شوفها واحدة كانت صينية الآن طبعا نشوفها كازاخستانية، وكازاخستان تتقدم من جديد الآن بفارق النقطة. نشوف الأمور وإلى خارج الملعب، الإرسال الهدية يعود، هذا طبعا دائم يقدم طبعا أنتون كوزنيسوف يقدم الهدايا في الإرسالات الخاطئة. جروزر مع الإرسال، إرسال هجومي، شوف الإرسال هنا مقلق، تأتي من جديد هنا مركز 4 كرة إسقاط موفقة من اللاعب يوري زينكو. يوري زينكو ينجح هنا في التقدم من جديد، يعني بنقطة بنقطة تسير المباراة في شوطها الرابع. حتى الآن نشوف الأمور يعني متساوية. ماكسيم استقبال موفق، كرة نشوفها، وطبعا نيكولا ينجح. لابد تفعيل هذا الرجل حتى طبعا يخف العب على اللاعب جروزر، ومن ثم أيضا يعني الأمور لا تكون مركزة على
جروزر في الطائرة الصينية. نيكولا ينجح حتى الآن، النتيجة 4-4. الشوط الرابع شوطان للطائرة الصينية، شوط طبعا طائرة كازاخستان. هنا طبعا إرسال غير موفق من اللاعب نيكولا. نيكولا كوفاسيف، نيكولا كوفاسيف، يوري مع الإرسال طبعا إلى خارج الملعب من يوري. إرسالات طبعا نشوفها، يبدو هنا الآن الضغط كبير يعني على الطائرة الكازاخستانية اللي تحتاج الآن أن تكون هي يعني تحلق بهذا الشوط، وإلا طبعا ستخرج خصوصا طبعا مع خصم عنيد في الطائرة. نشوفه هناك مركز أربعة يضرب، لكن حوائط صد حاضرة في الوقت المناسب. شوف حاول فيه اللاعب فانغ يعتذر عن هذه الكرة. يعني دائما الملاحقة من الطائرة الصينية. الإرسال شوف هناك وحوائط صد هنا رائعة، شوف حوائط صد رائعة موفقة أمام زهانغ من هذا اللاعب 17 أنتون كوزنيتسوف. ينجح هنا في عمل حائط صد موفق، والتقدم الآن بفارق نقطتين. دامير أكيموف هناك، شوف الله المتابعة، شوف وطبعا يبدو أن اللاعب الصيني يعني لم يجعل أي شبكة إلا هو لمسها. وهنا طبعا يبدأ الوقت الفني الأول للشوط الرابع. تقدم كازاخستان واضح بثلاث نقاط. انتهى الوقت الفني الأول للشوط الرابع، وطبعا التقدم كازاخستاني الآن. يعني طبعا ما لها أمان هذه المباراة، ما لها أمان حقيقة. كازاخستان على بعد طبعا خطوة أنه يأخذ الشوط، ولكن طبعا تعود الطائرة الصينية وتخطف الشوط. هنا نشوف وأجروز ينجح هنا بضربة ساحقة في حوائط الصد. طبعا انت ضارب امامك خيارات، شوف وضعية حوائط الصد ومن ثم طبعا تلعب وتضرب يعني بما يضمن لك حصولك على هذه النقطة. هنا شوف محاولة الصينية حاضرة، كرة اسقاط تعود من جديد هناك من الخط الخلفي. شوف هذا اللاعب طبعا ماكسيم مركز اثنين يضرب بقوة في الملعب الصيني. يعني كان ممكن تمركز اللاعبين في الخط الخلفي، يعني لو كانت القراءة صحيحة كان ممكن استقبال هذه الكرة. الإرسال هنا تأتي الأمور، جروزر يضرب ولكن إلى خارج الملعب، لم يتعامل بصورة موفقة مع حوائط الصد. الفرق الآن إلى 10 نقاط. هنا يتدخل المدرب الجديد شين كيونغ، مدرب نادي طبعا شانغهاي جولدن الصيني. 4 نقاط الفرق. هذا طبعا السيناريو تكرر
فريق كازاخستان في الشوط الثالث، ولكن طبعا شفنا ان الامور انقلبت. يعني من يستطيع الحفاظ على هذه يعني الصدارة ممكن ان ينهي الشوط لصالحه، ولكن طبعا هذه كرة الطائرة عندما تكون المقابلة هنا بين طائرتين يعني رائعتين هنا في التحليق، فهذه طبعا الأمور تختلف. ممكن يعني في فترة الطائرة تتقدم وفي فترة أخرى تأتي، وهذه كرة يعني حوائط الصد هناك، ومن جديد شوف التعامل مع حوائط الصد الصينية. الفرق الآن 5 نقاط، هل تحتفظ هذه الطائرة بهذا الفرق؟ نشوف. هذا طبعا ماكسيم ينجح في التعامل من جديد مع حوائط الصد. سرجل جيمينوك، المتابعة هنا، استقبال، وطبعا هنا فانج ينجح في التعامل مع حوائط الصد، وعودة إلى فرق 4 نقاط. يعني هناك ايضا يعني امكانيات في الفريق الصيني. هذا فانج، ارسال هديه يعيد الفرق الى 5 نقاط. الشوط الرابع فيثالي مع الارسال، مثالي ارسال هجومي، الاستقبال هناك، وجروزر هنا، وطبعا عدم التنسيق كان ممكن يعني متابعة هذه الكرة. شوف حوائط الصيد بدأت تخفف، وطبعا محاولة من لاعبين، ولكن طبعا الليبرو ميرلان باداشيف يغير اتجاه الكرة. استقبال هنا، نشوف، وضربة ساحقة ولكن إلى خارج الملعب. وشوف الصيني الآن بدأ يقلص الفرق الآن إلى 3 نقاط. ما لها أمان كرة الطائرة هذه، تحلق في الجو، ماذا يأتيك هناك في الجو؟ مطبات هوائية، غيوم كثيفة، أمطار رعدية، كل هذه الأمور ممكن، طائرات تؤثر عليك، الرادارات توقف الأجهزة، كل هذه الأمور. واحد نشوفه إلى خارج الملعب، أيضا إلى خارج الملعب، قصيرة غير موفقة من اللاعب 17 أنتون كوزنتوف، وتعيد الآن الأمور إلى فرق 2. هل يتدخل المدرب؟ لا طبعا، نشوفه ما تدخل، إيغور نيكول ما تدخل، الفرق 2. زهانج الإرسال، طبعا الإرسال الذي يزعل الشعب الصيني بأكمله هنا. يعني إرسالات في الفريق، يعني في الوقت الفريق في تصاعد في المستوى، يقلص الفرق، يعني مثل هذه الإرسالات ممكن أن تحبط المعنويات. هنا كرة طبعا اسقاط، المحاولة جاءت، ولكن طبعا الاعداد لم يكن بالصورة الموفقة للاعب ماكسيم، والفرق يعود من جديد الى 2. يعني الطائرة الصينية قادرة الان على العودة من جديد. كازاخستان لم تحتفظ، ولم شوف الارسال الهجومي، شوف جروز يضرب بقوة، يخلص الفرق إلى 1. شوف جروز من جديد على المحاولة في تنفيذ إرسال آخر، إرسال هجومي، استقبال طبعا ما كان بالصورة الموفقة، فرصة هناك، والله نيكولا يضيع فرصة التعادل هنا. حائط صد متين من اللاعب دامير أكيموف ينجح، شوف دامير أكيموف أمام نيكولا، ويعود بالفرق من جديد إلى 2. ماكسيم
على ارسال الهجومي هناك وغروز، ولكن طبعا حوائط الصد جاءت هذه المره، شوف تقف بالمرصاد امام هذا العملاق الالماني، عمل كل شيء هو، ولكن طبعا زملاء لم يكونوا في مستوى هنا، وجاءت الامور من جديد. الان الفرق الى 3 نقاط، الفرق الى 3 نقاط. من جديد لمصلحة طبعا طائرة التاي، التاي الكازاخستانية هنا الأمور، وطبعا أخيرا نيكولا، نيكولا يتعامل بصورة موفقة هنا مع حوائط الصد الكازاخستانية. شوف هنا يعني كانت الكرة السابقة كان كرة التعادل، يلا ممكن التعويض، هو لو أجاد يعني إرسالين من الإرسالات القوية الهجومية خلاص تعيد الأمور. هنا طبعا يا السلام، شوف هذا الإرسال الثالث الخاطئ للفريق طبعا الصيني، ويعلن عن بدء الوقت الفني الثاني للشوط الرابع. أفضلية ما زالت للطائرة الكازاخستانية، ولكن هذا لا يطمئن، لا يطمئن، خصوصا أن طبعا المستوى في تصاعد وهبوط انتهى. مشاهدي الكرام، الوقت الفني الثاني للشوط الرابع من هذا اللقاء، شوطان للفريق الصيني، شوط واحد لكازاخستان. إذا الشوط الرابع كازاخستان لابد أن تكون حريصة على طبعا إنهاء هذا الشوط لصالحها واللجوء إلى الشوط الخامس. كل الأمور أوكي، ممكن أن تحدث هنا، ولكن أيضا ممكن أن يخرج من جديد سور الصين العظيم وينهي هذا اللقاء. الإرسال إلى خارج الملعب، الفرق يتقلص إلى نقطتين الآن. نشوف هذا طبعا يستعد لاستقبال الكرة، و13 الاستقبال، كرة هناك، نشوف، وضربة ساحقة هذه المرة من فيثالي، فيثالي فوريفودين، فوريفودين يضرب بقوة في الملعب الصيني. هناك شوف الارتقاء، حوائط صد مفككة، هي مفككة يعني في شرخ في حوائط الصد الصينية. الفرق يعود من جديد إلى 3 نقاط، دامير أكيموف والإرسال الموجه هناك، وشوف الله، شوف في الارتقاء، وعندما يضرب تهبط الأمور بتحقيق النقطة. هنا الفرق النقطتين والمحاولة، شوف كازاخستانية رائعة هنا، كرة قصيرة استثمرها اللاعب 17 أنتون كوزنتوف، وينجح من جديد في سيادة الفارق إلى 3 نقاط. هذا هو السيناريو الآن الذي يسير بالشوط الرابع من هذا اللقاء، ولكن يا ترى متى تظهر الطائرة الصينية وتغير الأمور. حوائط صد لم تكن موجهة هنا بصورة إيجابية للفريق، شوف الكازاخستاني. الفرق يعود من جديد، الطائرة الصينية تتأهب هنا لاستغلال الفرصة والعودة من جديد إلى التقدم. هذه وطبعا حوائط صد هنا رائعة، حوائط صد هنا رائعة من نيكولا، وطبعا هناك اللاعب فانغ تقلص الفرق.
شوف الى نقطة واحدة. اذا الطائرة الصينية بدت الان شوف تخرج من المطبات الهوائية الكازاخستانية وتعود بقوة، والارسال هنا الهجومي من جديد، ضربة ساحقة. اوه كازاخستانية رائعة هنا من اللاعب 18 في ثالي فوري، شوف يضرب بقوة في الملعب واللاعب الليبرو. تعود الأمور إلى فرق نقطتين، لكن ما زلنا مع التحليق الرائع هنا، الإرسال الهجومي هناك، وطبعا ينجح هنا نيكولا بخبرته في التعامل مع حوائط الصد وتقليص الفرق إلى نقطة واحدة. زهانج، الله شوف 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 شوف، هذا أيضا الإرسال الثاني الشخصي الخاطئ لهذا الرجل. خمس إرسالات خاطئة والنتيجة 20-18. يعني الفريق يبذل جهد ومن ثم ينطلق ويحلق بالقرب هنا كروزر، وإلى نشوف طبعا هناك في المنطقة هذا الرجل شوف يبذل كل ما يملك من جهد حتى يعيد هذه الطائرة، فلا بد من يعني يحصل من أيضا يكمل هذا الجهد في المراكز الأخرى. نقطة واحدة غروزر مع نقطة التعادل. أوه شوف يعني هنا فرصة التعادل صينية 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 هناك، ونيكولا ينجح في معادلة النتيجة أخيرا نيكولا ينجح في معادلة النتيجة، حسابه صح وتعامل صح مع حوائط الصد. شوف الكازاخستانية هنا يتدخل المدرب إيغور نيكول، طبعا الكازاخستاني يطلب وقت مستقطع على التعادل 20-20. الشوط الرابع طائرة صينية كانت متأخرة كالعادة، جاءت الآن وعادلت النتيجة، إذن أصبحت الطائرة الكازاخستانية مهددة الآن، فلا بد من التدخل من قبل المدرب حتى يعيد هذه الطائرة. هناك بعض الأخطاء لا بد من تصحيحها. الكرة الأولى يعني استقبال لطبعا إرسال غروزر، هذه طبعا أهم شيء، هو إرسالاته طبعا مقلقة. هذا غروزر مع الإرسال من جديد، إرسال هجومي، شوف الإرسال ماذا يفعل، صاروخ ألماني بتكنولوجيا صينية. أوه عن طريق هذا اللاعب غروزر يضرب، واللاعب طبعا يوري زينكو لم يوفق في استقبال هذه الكرة. نقطة التقدم لطائرة شانغهاي جولدن عن طريق هذا المميز اللاعب، شوف غروز من جديد. عملها غروز وشغل، شوف يعني هنا منصات الصواريخ بدأت تنطلق من هذا اللاعب الألماني الذي أعاد الطائرة الصينية إلى التقدم من جديد. نشوف والإرسال الثالث هنا الفرصة، شوف هناك، ولكن تأتي من جديد كازاخستانية. حوائط صد كانت قوية، الفرق يعود إلى نقطة واحدة الآن، ولكن الأفضلية في التقدم للطائرة الصينية. شوف هذا طبعا اللاعب ماكسيم هو الآخر أيضا يظهر الآن، هل يعيد الطائرة من جديد عبر إرساله؟ نشوف ممكن هناك طبعا غروزر عاملها، وهنا الإرسال وفرصة. أوه كان ممكن، كرة إسقاط غير موفقة في استعجال من الفريق الكازاخستاني،
خصوصا من اللاعب كابتن الفريق. أربع كرة كانت موفق يعني كان ممكن إعدادها بهدوء. والصينية الآن تتقدم بفارق نقطتين وتضغط على الطائرة الكازاخستانية. هذا نيكولا مع الإرسال، إرسال هجومي آخر هنا، فرصة نشوفها. الله، حلوة من اللاعب يوري زينكو، يخلص الفرق إلى نقطة واحدة. مباراة حلوة الآن، حلوة المباراة منذ البداية. طبعا انقلبت الأمور، شوفها من الطائرة الكازاخستانية اللي كانت تحلق إلى الطائرة الصينية. هذه المحاولة نشوف إرسال هجومه، صاروخ كازاخستاني يضرب هنا في قلب الملعب الصيني. من إيغور يعيد التعادل من جديد إلى الشوط، هنا يتدخل، شوف المدرب الصيني شين كيونغ يتدخل، يطلب وقت مستقطع. أوه، مباراة طبعا تشتعل الآن في الجو هنا في طبعا الأجواء المينمارية الممطرة تشتعل، هناك طائرتان في السماء. هنا 23-23 الشوط الرابع. الشوط الرابع الآن، تايم أوت كان، وقت مستقطع لمدرب الصين. هذا طبعا نشوف اللاعب 10 يوري ان وفق ايضا في ارساله هذا الهجومي، راح الان يعني يقلق الطائره. نشوف، يبدو ان ارسال هجومي، الله، الى خارج الملعب. نقطه الشوط 24-23 يعني لو خسر الكازاخستاني فرط في المباراة. طبعا كان في الشوط الثاني، الشوط الأول أيضا كان أمام الفرصة، الشوط الثالث، هنا أيضا في الشوط الرابع، هل يكون الإرسال الأخير؟ نشوف. الله، المتابعة، جروزر ينجح، هنا الفرصة كازاخستانية، من يخلص؟ نشوف. الله 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 الله، من جديد يعني الصيني صامد، وهنا نقطة تأتي، الله، يخلصها الصيني 3-1، وبنتيجة الشوط الرابع 25-23، والصين شانغهاي جولدن إلى الدور قبل النهائي. زميلي يوسف الربيع، لك الكلمة في الاستديو التحليلي. إذن شانغهاي هو ثالث المتأهلين.